اهلا بيكم في محاضرتنا عن الكلاس روم مانجمنت. وفي الجزء اللي بنتكلم فيه عن الموتيفيشن وقفنا في الفيديو اللي فات عند الموتيفيشن ان ذا مودرن ورك سبيس. احنا الحقيقه الموتيفيشن حاجه قديمه من قدم البشريه، ازاي تحمس الناس اللي قدامك. في ناس كتير اتكلمت عنها على مدار القرون، ومؤخرا برضو في مدار على مدار القرن اللي فات والسنين اللي فاتت ناس كتير اتكلمت عن الموتيفيشن. لكن انا الحقيقه هنا احب اوجه انتباهي وانتباهكم لشغل عمل واحد اسمه ديفيد روك. ديفيد روك الحقيقه اسف دانيال بينك معلش دانيال بينك الحقيقه لما قدم لنا الكتاب بتاعه درايف قدم لنا افكار ما هياش جديده 100% في المجال العلمي، لكن للاسف كانت مستخبيه ولغايه قريب عن كتير من الناس اللي بتعمل مانجمنت واللي بتعمل موتيفيشن للي حواليها. الكونسبت الاساسي اللي اتكلم فيه دانيال بينك هو الكونسبت بتاع الانترنسك موتيفيتور، الموتيفيشن اللي مخلوق جوه العمل. علشان نفهم اكتر ايه الانترنسك موتيفيتور تعالوا نتكلم على هو ايه الاكسترنسك موتيفيتور. الاكسترنسك موتيفيتور ببساطه شديده اي حاجه جايه من بره. يعني ايه؟ يعني هعاقبك لو ما نفذتش الكلام ده، هتنقص درجات لو ما قدمتش الهوم، هتاخد درجه او هتاخد بونص او هديك فلوس او هديك شهاده تقدير لو ان انت حققت المستوى ده من الاداء في الكورس. طبعا كتير مننا بقول للاسف بيعتقدوا ان دي احسن الوسائل، ان العصايه والجزره زي ما بيقولوا هم دول الاسلوب الاحسن للانتاج اللي يخلي الناس تشتغل، سواء في الشغل في الجوبز او في من خلال الكورسز اللي احنا بنقدمها. لكن الحقيقه لا، كلام دانيال بينك وانا الحقيقه مقتنع بيه جدا. ده مش معناه ان مفيش حاجه في الدنيا مفيهاش نقط ضعف، طبعا انا دايما مؤمن بكده ان اي راي يقبل الصواب ويقبل الخطا، لكن الحقيقه انا مقتنع تماما بان انا لازم اركز على الانترنسك موتيفيتورز بقى مش الاكسترنسك موتيفيتورز، مش الشهاده، مش الدرجه، مش هتنقص هتسقط، لا مش ده اللي هيخلي الناس موتيفيتد. يمكن يخلي الناس تشتغل زي المكنه، يس، بس الموتيفيشن هو اللي بيخلق الفايده، هو اللي بيخلي كميه حتى الطاقه المبذوله علشان تنتج حاجه جميله اقل بكتير، او لو مش اقل فانت بتبذلها وانت مستمتع بان انت بتبذلها. علشان نكمل كلامنا هنا عن الاكسترنسك موتيفيتور، بليف ات اور نوت، دراسات لا حصر لها كتيره جدا 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 جدا. وتاني برضو اللي مهتم بالتفاصيل الكتاب بتاع دانيال بينك انا بنصح بيه دايما، كتاب جميل جدا. الدراسات دي اثبتت ان الحاجات اللي محتاجه مجهود ذهني، اي متطلبات ذهنيه، لو في اكسترنسك موتيفيتور كل ما يعلى الاكسترنسك موتيفيتور كل ما البرودكتيفيتي والكواليتي بتاعت الشغل تقل، بليف ات اور نوت. هنا انا مش بتكلم عن واحد عمل تجربه، انا بتكلم عن تجارب على مدار ما لا يقل عن 60 سنه فاتت، كلها لقت ان حتى لو اديتك مسائل حساب تحلها، مسائل بسيطه، لو في اكسترنسك موتيفيتور سرعتك في الحل ودقه الحل بتاعك بتقل. بدل حاجة محتاجة تفكير، محتاجة مخ، مثلا بقى لو محتاجة إبداع وإنك تطلع حاجة جديدة، إن شاء الله حتى تكون هترسم رسمة جديدة وعايز تطلع فيها فن، الإكسترنسك موتيفيتور بيقلل مستوى الأداء. يبقى عايزين نركز على إيه الإنترنسك موتيفيتورز. الإنترنسك موتيفيتورز باختصار شديد هي المتعة اللي هتعود على اللي بيعمل الشغل من داخل الشغل. عشان اوضحها اكتر، انا اكيد هستمتع لما حد يقبضني بكره 1,000,000 جنيه، صح؟ هبقى مبسوط، بس ده مازال اكسترنسك موتيفيتور. في حاجه وانا بعمل الشغل بحس بالمتعه فيها. كم مره انت قضيت وقت تعمل البازل
بازل حتت صوره متقطعه وبتوصلها ببعضها. طب خدت كام بعديها؟ خدت شهاده التقدير؟ ما خدتش. مجرد حلك للبازل متعه. بعد ما خلصت اغلبنا عمل ايه؟ قليل منا اللي بروزها يعني. اغلبنا عمل ايه؟ اما كركبها تاني ومخبطها تاني حطتها في العلبه، صح؟ كذلك بقى تقدر تخلق المتعه دي او متعه تانيه داخل الشغل من خلال حاجات كتير. انا هاخد منهم ثلاث حاجات اساسيه اتكلم عنها دانيال بينك، وان كنت مش هقدر اوفي الكتاب ده حقه يا ريت لو تقروه او تسمعوه، كتاب ده مفيد جدا. من الحاجات اللي قال عليها دانيال بينك ان انت لو خلقت اوتونومي في الجوب انت بتخلق موتيفيشن انترنسك، انا بستمتع بان انا صاحب القرار انا وانت يعني. اوكي، لما تبقى انت اللي واخد القرارات وانت اللي نفذت وانت اللي حاولت وانت اللي جربت وخدت حريه كامله في الاداء، ده بيخليك تستمتع باللي انت بتعمله. لما تخلق وتصور للي قدامك من غير كذب، ما اقصدش تصور بانها كذب، وانما تصور للي قدامك للطالب او للمتدرب قد ايه هو هيتقن اللي هو بيعمله، قد ايه ده هينمي قدراته في المجال اللي هو بيتعلم فيه، قد ايه ده هيخليه هو احسن مما كان عليه او احسن من ناس كتير في اللي بيتعمل ده ماستري. اوكي، بعد كده البيربس، احنا لسه كنا بنتكلم على البيربس. لما تحسسه وتخلق جوه التاسك اللي انت بتعملها او جوه الكورس اللي انت بتقدمه او جوه اللسن المحاضره اللي انت بتقدمها قد ايه انت فيه خدمات اكبر منك انت ومني انا هتقدمها وهتقدم بيها فايده وهتعمل بيها حاجه جميله للناس ولنفسك وللي حواليك، ده بيخلق ما يسمى بالبيربس او ساعات ممكن يعني مجازا نسميه الهدف السامي، الاهداف الساميه. الحته دي الحقيقه محتاجه يمكن كلام كتير قوي، بس انا مش قادر اطول عليكم اكتر من كده. دور فيها وحاول تتعلم اكتر ازاي تخلق الانترنسك موتيفيشن، ولو كتبت كلمه انترنسك موتيفيشن على الانترنت هتلاقي مقالات كتير وهتلاقي شغل دانيال بينك وغيره عن الموضوع ده ممكن تستفيد بيها في أثناء شغلك. يبقى احنا كده اتكلمنا الأول عن الموتيفيشن في ثلاث محاضرات بشكل تقليدي، اتكلمنا من خلال النصايح بتاعت ريتشارد داني، الخمس نصايح اللي اديها لنا، واحدة منهم اتكلمنا عن الهيومن نيدز، وبعدين جينا في الموتيفيشن ان ذا مودرن ورك سبيس واتكلمنا من منظور بتاع دانيال بينك وفرقنا ما بين الاكسترنسك موتيفيتورز والانترنسك موتيفيتورز. يبقى احنا كده خدنا فكره عامه عن موضوع الموتيفيشن. زي ما قلت قبل كده الموتيفيشن ممكن يتاخد فيه ايام وشهور بنتعلم فيه وتجارب شخصيه كتير نعدي بيها. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي نتكلم على طيب دلوقتي انت عملت الموتيفيشن، في حاجه اسمها التايم مانجمنت، محتاج نعمل طيب محتاجين نعمل تايم مانجمنت لنفسنا وللكلاس علشان الكلاس بتاعنا يبقى احسن. هنشوف ازاي او ناخد برضو نتكلم عن بعض النصايح اللي تفيدنا في ان التايم مانجمنت بتاعنا واحنا بنجهز الكورس او بنجهز اللسن يبقى احسن. هشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.